جملة من الأحكام، منها في قول الله جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء أنه يستحب للإنسان أن يسأل عن حال الفقير الذي يتستر بفقره ويظهر غناه تعففا، وأنه أولى من غيره، أولى من غيره بالمال، أولى من غيره بالمال، لأن السائل يجد معطيا، ومن لا يسأل ومع ذلك يظهر من ذلك الغناء فإن الناس لا يجدون سبيلا إليه، أما الناس لا يجدون سبيلا إليه. ولهذا قال يحسبهم الجاهل أغنياء، والسبب في ذلك من التعفف. ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا تعرفهم بسيماهم، هل السيما كافية في إعطاء الزكاة؟ أن الإنسان يرى حال إنسان الفقير، فهل يعطيه من الزكاة لمجرد ظاهره أم لا؟ نقول نعم، يعطيه إذا ظهر من حاله الفقر ولو لم يسأل. ولكن هنا مسألة عكس هذا، إذا سأل وحاله الغنى فهل يعطى أم لا؟ إذا سأل وحاله الغنى، الأولى إذا كان فقيرا ولم يسأل، ولكن إذا سأل وحاله الغنى فهل يعطى من ذلك أم لا؟ نقول يعطى من ذلك، وينبه أنها لا تحل للغني. والدليل على هذا أنه لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو شديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أعطيتك، إلا أنها لا تحل لغني ولا ذي مرة قوي، يعني أنها لا تحل لك إن كنت أنت تدعي أنك محتاج فأنت أعلم بحالك، لكني لا أرى آثار الحاجة عليك. ويعطى لسؤاله لأنه أعلم بحاله، ويعطى لسؤاله لأنه أعلم بحاله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى حقا للسائل لمجرد سؤاله، لقول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فمجرد السؤال يستحق العطاء. وإذا كان يظهر منه الفقر فيعطيه ولا يسأله ولا ينبهه، وإذا يظهر من حاله الغنى يعطيه وينبهه أنها لا تحل له، وهو خصيم نفسه ويحاسب على ذلك، ويحاسب على هذا. لأن من الناس من يحتاج المال لا لفقره، ربما يؤتى لغرم، أو ربما يؤتى لأنه ابن سبيل وهو غني في بلده مقتدر، فيظهر من ملبسه أو مركبه لن قطع به السبيل، فيعطى من المال وينبه في هذا الأمر، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل.